لا فامي، الفيديو ديال اليوم فيه بزاف ديال الموتيفاسيون غيعجبكم بزاف. واحد الضيف جاي لعندي غادي نشرف على تدريبه، هو في الاصل كوتشينغ اونلاين معايا، كيتعامل معايا عن بعد. مسكين اليوم غينوض وغيجي شال عندي قنيطره وغنوقف عليه، غيشرب معايا قهوه وغادي نكتشفوا كاملين الجسم ديالو من خلال الديسيبلين ديالو وحبه لهاد الرياضه. الشباب كيما شفتوا حنا مشينا جبنا الضيف ديالنا اللي غادي يدرينيو به اليوم ان شاء الله، ولا غنحاولوا ما امكنش باش ما يعطينا، وغنخليكم تبارطاجيو معنا شنو كيما كنقولوا حنا بان ليكم فيه. جينا شربنا البري ورك اوت ديالنا قهوه كذا قال قلت سرح زعما كيوري عليك قصنا الخليع من دابا غادي يدير اكثر من تخزز عليه. لا فامي، حنا نضناو القهوة كنحاولو نبارطاجيو معكم كبيرة وصغيرة. الأخ ديالنا راه في النهار وعاجبو الحال، ف مرحبا بك عندنا أخي. راه كاع الدراري اللي متابعين في فليكس كنرحبو بك إن شاء الله، ومتكون متأكد أن إن شاء الله تشجيعاتهم غتكون إن شاء الله في المستوى. يلا الدراري نشوفكم إن شاء الله في الكلوب. لا فامي، دخلنا للكلوب وجدنا راسنا بعد ما شربنا البري ورك اوت. الأخ أو البطل عنده حصة ديال الصدر، غادي نتريني به حصه الصدر، غنحاول ما امكن نور معاه على التمارين كاملين من 5 حتى 6 ديال التمارين. غتبقاو معنا طاب اطاب، في الاخر غادي نحاول نحيدو التيشيرت تشوفوه. فانا تفاجات النيفو اللي وصل ليه تبارك الله، لدرجه قلت له اجي نشوفك بعيني. ف غنحاولوا اليوم نكملوا ونخليوه يتعرفوا ويشوفوا، وبارطاجيو معايا في لي كومونتير او حطوا لي في لي كومونتير شنو الراي ديالكم وإنا في اي يقدر يلعب فيها. يلاه معنا كما كتشوفوا كنحاول ما امكن نعطيه يخدم رفرفه جانبيه ورفرفه اماميه وخلفيه باش يسخن كشافه باش ندخلوا للتمرين ان شاء الله. فوالا بطل، من طبيعه الحال غنترينيو انا وياه، مي انا راه قبلوا عليا غنترينيو وغنهضر فغتحس بالصوت ديالي فيه. فوالا بارك عليك، فوالا فازي فازي معلم، سير بشويه بشويه، هز راسك شويه. فوالا سير معلم، فوالا فوالا بارك عليك بارك عليك، ارتاح شويه. فوالا فوالا هنا قدام شويه بشويه بشويه. فوالا معلم، ديما كنبداو بالبر كما كنقولوا المستوي، كما كنقولوا باش نحميو كتفنا، لان لانكليني او دانكليني اللي بديتيها كتكون معرض للكشاف ديالك الامامي للمشكل. فوالا اوكي صافي جبتيهم بارك عليك صوب. لا فامي، غنحاولوا ما امكن نختصروا التمرين، ما غاديش نجيبوا التمرين كامل لان غيجي الفيديو طويل والناس غتقنط وما غاتكملش الفيديو، فغنحاولوا ما امكن نعطيو شويه شويه من الحاجه باش نبارطاجيو معكم كل شيء، لان كيفاش بدينا كيفاش سالينا. الا جينا نحطوا التمرينه كامله راه الفيديو غتكون فيه ساعه المكانه، راك عارف انك تدخل التمرين ساعه ديال المكانه، فما يمكنش حط فيديو فيه ساعه غيولي وثائقي. فكنقول لكم هادشي غير باش تعرفوا، غنبارطاجيو معكم حاجه بحاجه. فوالا يلا سيري سير تبارك الله عليك، فازي ما شاء الله. حاليا حنا في الصدر العلوي، كنبداو ديما بواحد الوزن باش ما نبداوش ا زيرو، كنحاول ما امكن، ما يمكنش تسالي ب 80 ولا 100 وتجي دير هنا عاوتاني 10 10، فكنحاول ما امكن اننا نحطوا له واحد 40 كيلو يبدا بها. وديما كما كنقولوا كقاعده كنتعامل مع الكليان ديالي البطء في التمرين باش تحس به. فوالا فازي زيد وحده برك، فوالا ستوب باش ما تعدلوش معلم. فوالا كنحاول ما نوقفش عليه ونوقف موراه باش ما يستسلمش للوزن وبقى داير بالو معايا انا غنعاونو، ما خصنيش نعاونو، خصو يعول على راسو، لان الاوزان ماشي ديال، وانا ما بغيتش نعذبو اليوم غنصور له فيديو، ما بغيتش نعذبو اوزان ثقيله. فوالا الو ستوب بارك عليك بارك عليك بارك عليك معلم مزيان. دابا الدراري غادي ندوزو للسفلي، عنده واحد الجهاز مختلف ماشي برا ولكن مزيان غنخدمو به باش عاد ندوزو من بعد. يلا معايا حاليا دابا هذا هو الجهاز اللي كيتواجد هنا سفلي، فكتحاول توقف باش تعطي الزاويه نفسها ديال السفلي باش تاخذ كما كنقولوا حنا واحد فوالا سير بطل. فكنحاولوا نديروا بحال هذه الفيديوهات هذا كنحفزوا بهم الوليدات، فنتمنى من الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ويموتيفي الدراري باش وقت المدرسه بدات فالبرد والشتا تكبط ليه وتريني. دونك ستوب بارك عليك بارك عليك. حاليا دابا دزنا لي زولتر الصدر العلوي، حاليا راك عارف كلشي كيلعب بهذا الموفمون، ما يمكنش لك تسالي من لي بار وما تلعبهاش باش عاد ندوزو لفتح وضم ان شاء الله. فازي فوالا فوالا ما شاء الله عليك، سير بطل سير ما شاء الله. مازال غنديرو حصه ديال السكواد ان شاء الله، غنلعبو سكواد تبارك الله عليه في السكواد ما شاء الله، واحد الرجيلات غزالي. فاز بطل بارك عليك بارك 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 بارك.
حاليا هذا هو الجهاز ديال الماتريكس اللي عندنا حنا ديال فتح عظم غنلعبوا به ان شاء الله. فتح عظم بعد ما خدينا المستوي والعلوي والسفلي وخدينا علوي دمبل، حاليا كنحاولوا ناخذوا فتح عظم بالترتيب عاد ندوزوا كما كنقولوا حنا الفيزافي فوالا بطل. كما ديما كقاعده كنتعاملوا بها هي اننا نتعاملوا ببطء، نلعب ببطء باش نحس بالتمرين. هذيك الزربه ما عندنا ما نديروا بها، واخا نعرف راسي نلعب بالمتوسط الوزن ولكن نوصل الميساج طوال علاقه الدماغ مع العضله. فوالا بطل، بارك بارك عليك ما شاء الله. ستوب ستوب ستوب، الدري مابقاش كيسمع عندي الهضره. شفلتي ولا ستوب باس؟ حاليا دابا كيلعب الكيبل اللي هو الفيزافي. كنخلي انا ديما الكيبل في الاخر حيت كيحتاج تركيز وما كنلعبش باوزان كثيره. ملي كيكون الانسان عيان نقدر نلعب بواحد الاوزان في المتوسط اللي غتكون في المتناول واخا عايش وغنبقى محافظ على التركيز ديالي، ويستحسن تلعب به حتى الاخر. ستوب بطل، ما تعذبش اكثر من القياس. الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لكم على الفيزافي، كاين الناس اللي كيدخلوا يسخنوا بها، غلط. علاش؟ لان الصدر ديالنا الصدري اللي فايبر عنده طوال لجهه الكتف لعقده الكتف، فانت ملي كتشد الحبل وكدير واحد الوزن متسخن به وكديها هنا راه تقدر تدبر فيها. يستحسن ان تقدر تسخن بالبوشاب، تقدر تسخن مثلا بليزولتار خفاف على الكرسي، ودوز التمارين كما كنقولوا اللي كتكون فيها الدفع حتى ديفلوبي، عاد سير لعب بالفتح عظم وعاد تلعب تقدر تلعب بالفيزافي. علاش؟ حيت هنا كدير ستريتش، ما تبداش بالستريتش وانت باقي بارد. فكنتمنى من الله الميساج يكون وصل. حاليا البطل ديالنا لعبنا اليوم الزدر، ما غاديش نزيدو نتكرفصوا عليه بزاف. هو حاليا راه في الاوف سايزن ديالو، يعني ماشي في ماشي ريجيم، ولكن راه مرقي ما قلتو. الحاجه الوحيده اللي انا محافظ عليها هي ان الكارديو ديالو يبقى يعني مواظب عليه باش يبقى محافظ على الكاليتي، باش في الريجيم ما يطيحش ليا، ما يكونش مشارجع بالماء. انا كنشوف غيلعب ليا في فئه البادي بيلدينغ، كاين الناس اللي قال لك لا كلاسيك غيكون احسن. بغيت الراي ديالكم في لي كومونتير. انا غنمشيو دابا نخليه يحرك شويه يرتاح، موراها غادي تشوفوه ينصل التيشيرت باش يعطينا الراي ديالكم. يلا اوكي الدراري، هانتوما كتشوفوا الفاص الامامي ديالو او فاص بروفايل كيفاش داير. عطيني جنب، وقف جنب على الكاميرا، شوفوا الدراري الصدر ديالو، الكتف ديالو، الدراع ديالو، الكاليتي اللي عنده. عطيني ظهرك، انا ما بغيتش نهضر، بريزونتيتو ليكم نتوما تشوفوا في الدار. ما قدرناش نحيدوا السروال لا صار عامر فيه شي بنات، استحينا ما نبغوش نضروا ناس اخرين. فوالا دور عندي البطل، غنحاول مازال ما كنعرفش بوزي، غنحاول نوري. عطيني دوبل بيسيبس، هذا راه بوز مثلا، عفوا بوز ديال واحد الانسان ما عارفش. فكنتمنى من الله انكم نتوما اللي تعطيو حقه، وانا راه ما عطيتوش حقه في هذا الفيديو هذا. فوالا تقدر تعطيني دور سونامو، حاول تجمعك شويه قدام باش كنشوفوا الشكل ديالو. فوالا حاول تعطيني هذا الشكل ديال فوالا. عطيني صدر جانبي، لا زيدوا شويه. فوالا فوالا تريسيبس ونافو، تقدر تعطيني تريسيبس. كما شفتوا راه مازال ما كيعرفش يبوزي، غير باش نوريكم، حيت من هنا تعرف ان الانسان راه مازال ما عرفش، راه شاد مع الفتره. السيد ملتزم من واحد النوع اللي ملي كتقول له حاجه كيديرها كما جات في الكشاف. الانضباط كما كنقولوا الديسيبليني ديال الانسان، والانسان اللي كان حاب واحد الحاجه باغي يديرها. وتقدر تعطينا دوبل بيسيبس اوناريال ظهرك. فوالا كيما درتي لا ماشي مشكل، حنا راه عارف اللي كاين. فوالا حاول تحلي شويه هكا اللور. فوالا زيد ديك شويه. فوالا ها ما كنشوفوا الشكل ديالو. عطيني دورسو نافو، دورسو ديالك ماشي مشكل، راه عرفنا راسنا قشناك اليوم. فوالا رجع شويه اللور، انتوما كتشوفوا. فوالا بطل، ارتاح لي مع راسك. فالخوت المطلوب منكم اننا حنا في هذه الرياضه كنموتيفيو بعضياتنا، كنحاولوا ما امكن نعطيو واحد الشحنه قويه لبعضياتنا باش نترينيو. حيت الا ما كنتش انا وانت والاخر، حتى واحد فينا ما يتعاند مع الاخر، وحتى واحد فينا ما يحاول يدير شي حاجه زوينه في هذه الرياضه هذه. فكنتمنى من الله انكم نتوما في لي كومونتير تعطيوني غير هذا السيد هذا فين باغي نشوفوه. نتوما لا تعطيونا اي فئه، ونتوما لا تعطيونا الاراء ديالكم. اسمح لنا خويا بطل، الا عندك شي كلمه باغي تقولها لهم مرحبا بك. تبارك الله عليكم، كنتم تكونوا موتيفاسيون، والله ديسيبلين. اعانكم الله الخوش.